نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأكد المركز الإعلامي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجب وطني، وذلك وفقا للقانون، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء من مصوغات تعيين الخريجين باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.